المتوفي. لو النبي رنمينا هتروحوا بالسم ما دقتوا. امال ايه الدم اللي على بقك ده؟ دي منبه 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 النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما انتوا شفتوا النهارده حلقة بتاعتنا عن المربى، الشتاء وسنين وبيحب الحاجات المسكرة، فالنهارده ان شاء الله هعمل لكم نوعين مربى، مربى التفاح ومربى الفراولة، يا رب تعجبكم. يلا بينا على المقادير. عندي ربع كيلو فراولة طبعا مع طعم مكعبات صغيرة، وده تفاح بأي كمية، هناخد 3 تفاحات بالظبط، ليمون، ودي بذور كتونة وبذور شيا، ودي بذور كتان، طحناهم على بعض، ممكن نستخدم بذور كتان بس، يعني قرفة، فانيليا، سكر حسب الرغبة، وملح، وجيلي فراولة. هجيب هعمل النوع الأول من المربى، مربى التفاح. هقطع تفاح زي ما احنا شايفين كده، من تفاحة لاتنين لتلاتة، أنا استخدمت 3 تفاحات بالظبط. القطعة دي بتسهل عليها كتير بصراحة. هجيب كاسرولة احط فيها التفاحة، هقطعها مكعبات صغيرة عشان يبقى سهل ان اهرسه. خلاص كده قطعت التفاح، هعصر عليه ليمون، يعني نص ليمونة، ليمونة على حسب يعني. حط عليه بالظبط 3 معالق مية عشان التفاح مش بيطلع مية زي الفراولة. هحط عليه بقى الحبوب اللي عندي، قطونة والشيا وزور الكتان، ممكن نسكب الحتة دي خالص ما نحطهاش، ما فيش مشكلة، بس انا بعلي القيمة، وبنفس الوقت ده بيخلي الفراولة سوري المربى فيها عرق كده. الفانيليا والملح حطيتهم حسب الرغبة طبعا، رشة يعني من هنا ورشة من هنا. وهحط التفاح على النار، هغطيه، اول ما يبتدي بقى يتفاعل مع المية ويخس شوية كده او يقل شوية، ابتدي احط بقى السكر حسب الرغبة، ممكن استبدل السكر بالعسل النحل، طبعا كده السعرات هتعلى. اوكي شايفين المية اهو تمام، هغطي عليه برضو. خلاص كده التفاح استوى تمام، هحط عليه حوالي ربع معلقة صغيرة قرفة. القرفة مع التفاح دويتو رائع وريحة تحفة، وحرق بقى للصبح يعني، تحرق دهوني يعني وكده، هايلة هايلة بصراحة، مش قادرة اوصف لكم ريحة حلوة قد ايه. خلاص كده تمام، هجيب بقى البلندر، ممكن اعملها بهرسة البطاطس، ممكن بالشوكة، ممكن اضربها في الخلاط زي ما انتوا عاوزين. الهاند بتسهل عليا وبتخليني اعرف القوام اللي انا عاوزاه، لا يبقى مهري خالص ولا يبقى في قطعة قوي، انا بحب برضو ايه تبقى بين البنين يعني. خلاص هكون انا جايبه بطرمان معقمه كويس، وهنزل فيه بالمربى كلها، وبعدين احفظه في التلاجة، اقدر استخدمه في اي وقت، في وصفات بقى، في ساندوتشات ليا او لولادي، حلو قوي، ممكن احطه مثلا على شوفان ولبن، تبقى وجبه حلوه يعني، ليه ميني اوبشنز كتير يعني. الريحه مش قادره اوصف لكم حلوه قد ايه، بصوا لونها كمان جميل جدا، وطعمها روعة، أنا ولادي بيحبوها جدا. خلاص كده المربى رقم 1. المربى رقم 2 بقى الفراولة، هحط الربع كيلو الفراولة اللي عندي، وهعصر برضو نفس السيناريو يعني بتاع الأولانية، هعصر عصرة الليمون دي، هاخد لها نص ليمونة بالظبط، وهنزل بقى بالحبوب اللي عندي اللي أنا طحناها، نقطتين فانيليا، ورشة ملح صغنونة خالص عشان بس تعادل الطعم. حطها على النار، مش هحط بقى مية، هي اوريدي الفراولة بتطلع مية لوحدها، بصوا كده تمام. هحط عليها حوالي معلقة صغيرة مليانة جيلي فراولة، بيديها رايحة حلوة قوي قوي، وبيديها قوام حلو جدا، تبقى زي بتاعت برة بالظبط. نغطي عليها، خلاص كده استوت تمام. هحط عليها السكر بقى زي ما انا عاوز، 2-3 براحتي خالص، وزي ما قلت قبل كده ممكن نستبدله بالعسل. خلاص سهله قوي قوي، بصوا علمت في المعلقه ازاي. خلاص هبتدي بقى اضربها بالبلندر برضو زي ما احنا عاوزين، عايزينها قطعه، خلاص يبقى حلو قوي كده، سهله جدا زي ما احنا شايفين. اقدر بس ده ما في وصفات كتير، اقدر اعمل تشيز كيك صحي، اقدر ان انا مثلا احطها على الشوفان الصبح واللبن كده، تبقى حاجه مسكره وطعم الفراوله او طعم التفاح والقرفه،
حاجه حلوه قوي. فضيها في البطرمان الخاص بتاعها واقدر احفظها في التلاجة من اسبوع الاثنين ده اذا قعدت اصلا. لان هي فعلا حلوه جدا وريحتها حلوه قوي قوي وصحيه. بس وبالهنا والشفا. كان نفسي اوريكم السبريد او يعني شكل القوام بتاع المربى بتاع التفاح، بس ولادي ربنا يحميهم يا رب. بقى ما صحيت تاني يوم لقيتهم كلوا البطرمان بتاع التفاح ودلت بقى من بطرمان الفراوله. فانا بوريكم بقى دلوقتي سبريد او شكل القوام بتاع الفراوله، بصوا عامل ازاي، حلو قوي قوي قوي. يا رب تكون وصفه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب يا حبايبي، وبحبكم جدا واشوفكم المره الجايه على خير. سلام.